يا مساء الخير، عندنا اليوم شقة في منطقة يمرة، شقة 3 غرف وصالة في هذا المجمع في البلوك اي. المجمع مخدوم بكل الخدمات، عندنا مسبح، جلسات عائلية، ألعاب أطفال، ملاعب رياضية، وعندنا سوبر ماركت، بوابة إلكترونية، خدمة 24 ساعة، بالإضافة إلى الجامع اللي موجود وراء البناية هذه وراس الشارع. نيجي مع بعض نصور الشقة في البلوك إي. وصلنا الدور الثالث، موجود في كل دور شقتين أمامية بالإضافة إلى الشقة الخلفية، وموجود أيضا مصعدين في كل بناية. جينا نصور شقة رقم 10 الدور الثالث، شقة 3 غرف وصالة، مساحتها 165 متر مربع. زي ما قلنا سابقا، المنطقة هذه منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات. الأرضيات كلها باركيه مع الغرف. نجي هنا على اليسار، دورة مياه أولى وأنت بكرامة، مقابلها الصالة. مساحة الصالة ما شاء الله جيدة، تدفئة مركزية كل الشقة، إطلالة الصالة ما شاء الله تبارك الله على الطبيعة وعلى البحر. عندنا إطلالة جيدة جدا ما شاء الله تبارك الله. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ والغرفة، بلكونة جاية على شكل L بالإنجليزي، إطلالتها على البحر ما شاء الله تبارك الله وعلى الطبيعة، إطلالة جيدة وجميلة ورائعة. وعندنا إطلالة أمامية من هنا كمان على البحر، ومن الجنب من هنا على المجمع. فالبلكونة المشتركة قلنا بين الغرفة والمطبخ والصالة. نكمل تفاصيل باقي الشقة، نطلع من الصالة نتوجه على المطبخ. دولاب المطبخ راكبة وجاهزة ما شاء الله تبارك الله. وهذا المخرج اللي قلنا من جهة المطبخ. نطلع من المطبخ نيجي هنا على الغرفة الأولى، هذا المخرج الثالث، فصرنا مخرج من المطبخ ومخرج من الغرفة ومخرج من الصالة. إطلالة الغرفة هذه على البحر يعني إطلالة جيدة ما شاء الله تبارك الله. بجوار الغرفة هذه عندنا الغرفة الثانية، مقابل الغرفة الثانية عندنا الحمام الرئيسي هو الحمام الخاص التابع للشقة. أخيرا هنا غرفة النوم الرئيسية اللي هي الماستر، لها دورة مياه خاصة فيها مع المروش، وإطلالتها أيضا على البحر. يعني ما شاء الله تبارك الله، إطلالة الغرف على البحر والصالة على الطبيعة وعلى البحر، شقة ما شاء الله تبارك الله في موقع مميز، وشقة مميزة أيضا
يعني شقة مع انها الدور الثالث بس اطلالتها رائعة جدا. اطلالة الغرف كلها على البحر، والغرفة غرفة النوم الرئيسية ايضا اطلالة على المجمع على البحر. منطقة يمرة منطقة حيوية دائما نقولها، مخدومة ومكتظة بالخليجيين ومكتظة بالسكان. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.